ومساكم الله بالخير، شلونكم طيبين؟ ايش تبي؟ تبي تساند؟ اما مال الدنيا هذا عندي. علاء في فوطة هناك جيبها لنا، خلنا ننظف على المغسلة. بكرة طالعين للنفود، نبي نشيل العزبة ونشيل الخيام، بنبات ليلة ونرجع السبت إن شاء الله. الحين نرتب ونجهز الوضع. شلون انت تشيله ولا مشول انت الحين؟ تعلق كذا. ينزلك وين؟ انزل يلا انزل. طيب يلا ارفع عدل تحت، مليانة تراب، مليانة تراب والله. ارفع تنمل فيه. ارفع. ها ها. اجمع. اه. اجمع. اجمع. لا لا. اتحدك تراب، اتحدك. امسكه. يا رب. انتبه انتبه. اصبر. انتبه انتبه. شو 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 شو. شو يا رجل وراك لا لا بطانيتي. لا خلاص خلاص. على كم على كم نص؟ لا هذا وقفلنا العزبة داخل الصندوق، باقي الخيام نبي نشيلهم فوق. ها عشان ما ينفكن، عشان نرفعهم نحطهم فوق الصندوق هنا ونربط عليه هنا الصندوق. خلص عشان ما يطحن. مجلس 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 الصبح ونطلع. هذا اللي ينفخ الخيمة. نقعد الليل الصبح يعني؟ لا ننام أكيد، ما نقعد الليل الصبح. طيب اسئلتك واجد انت. اسئلتك واجد. ايه هذا شلون الحين؟ هاي بنص بنص بنص. اسحب وسع له. اي وسع له يمك. لا حاول. اسمع اسمع اسمع. لحظة لحظة علاء. حاول تلفه تلفه. ايه لفه كذا. ايوه 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 كذا ايوه. بس خلاص. بس لا رجعتها انت. بس لا لا نسحبها. ايوه بس لا لا ايش تسوي؟ فكيت فكيته يا رجل فكيته. بس لا تبون نحط وشين ثاني؟ اصبر اصبر اصبر. حط انت تحت هذولي. حط هذا بس تحت. هذه هذه هذا المطور خلوه. هذه حطه تحت 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 تحت. هذا حديده. لا 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 خاف ينحاس ينعج شيء. ارفع. فرطه شوي شوي على غالب. وين الوقت هي؟ الحمد لله. ما يحتاج نربط فوقه. مفتوح من الدنيا. يلا. امسك عصابه. خد بالك من عيالك. وخلصنا. رتبنا، عبينا مويه، اخذنا عزبتنا، خيامنا، كل شيء. درجه اولى. باقي ننام ونقوم ونمشي. باقي الشاوي حق رجيلي. باقي الشاوي حق علاء. ازهل الطحنية. الطحنية وش مكونات الطحنية؟ خلوا ملح وكمون. خلوا ملح وكمون. الطحنية وين بالموضوع؟ ما في طحنية. خلوا ملح وكمون. طحنية ذولي يعني كل واحد يقول بالغباية.
الشاوي ما يعرفوش حاجة عن لا كبسة عرفته مش كبسة عرفته. كده تخلصنا، تصبحون على خير، وعدنا بكرة. وصبحكم الله بالخير، ما شاء الله تبارك الله. يا الأجواء اليوم غيم، صحينا على غيم، هذا على نايم بالمجلس يصلي الله يجزاه خير. توي دقيت على الشباب صحيتهم الحين عاد جاي. وهذا ابو دعيج طف طف. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ أهلين. شلونك؟ الله يومك. بسم الله توكلنا على الله. شينا بسم الله. هلا ممدوح. هلا ابو مالك. صباح الخير. صباح السعادة. كيف الحال؟ لا لا مو كذا مو كذا ليه كذا سام بس دلل يبلش النكب. هذا امسك خلاص دف هناك دف هناك خلنا ايوه وخلاص رجع. لا لا هذا رجع هذاك رجع حق هذا اي بعد رجع رجع بعد رجع ما يمسكه ايوه خلاص شينا رجفت. بسم الله بسم الله. هذه النفود عش قد دبل تعرف له. السلام عليكم. السلام. الدبلاي الدبلات ايه كم هواك كم هواك نسم ايه نسم. طبعا هذه النفوذ الكبير هذا اللي بيننا وبين منطقة حائل تقريبا المسافة النفوذ اللي بيننا وبين حائل حول 400 كيلو 370 380 تقريبا هذه كلها نفوذ.
ما شاء الله شوف الطعس ما شاء الله. صباحك والله يا صباح النار. وش عشبه هذا؟ اي والله ما شاء الله. بسم الله والله من حليلها. اي والله حط عيس. بسم الله نبي نشوف لنا مكان كويس نحط خيار من ابوه ومكان هابط على الهواء. بسم الله نبي نحط خيامنا هنا ونبني. هلا الشيخ. هلا العشيق. هلا يا سلام خلصنا بني. طبعا هذه جلستنا راح تكون هنا راح نفرشها وهذه مطبخ منام مع انه في خيمتين ثانية بس انه عددنا قليل هذول اكشن. ما شاء الله رتبنا جلستنا عاد هذه بالليل اما بالنهار وين؟ برا ما يحتاج. وهذا المنقل اللي انا في الصوت اي انا في الصوت هذا نحطه الدفاية وهنا الكاسات والقهوة والشاي وحوله. خلصت قهوتكم؟ يا من العافية يا ابو فهد. الله عز الله خوش فنجان. نشد خوش فنجان. طيب. والله لا وفي قهوة ثانية. اشوف تبي تجهز هنا. البرازيلي برازيل ولا كوبي؟ سيوبي احنا قربنا قهوة نروح ناحية يلا القهوة يجي هنا يلا لا لا عطنا ابشر ما شاء الله. تبون حليب ولا سادة؟ حليب وش تبون؟ حليب ضبط الحميسة الحين ها؟ نسوي جنبلي شاهي والحليب لا جنبلي سادة ترى مقطع الحميس لحاله ايه جاهز مقطع هذا عاد عشان تقطع هذا خله لا خله معي سكين امسك معك ايه بس لا لا نظيف ايه نظيف السلام خالد فهراتك متى تحطه؟ فهراتي احنا نحط الفرات والملح والبصل شوي والله كفو يا ما والله العافيه استاذ محمد في ترنك انا قلت لك خذ السكين ما عم تحرر احسن يا مالين العافيه الله يعافيك القران احنا ما عم تحرر احسن ها؟ سم 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 يلا 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 يا الربع تعالوا لا لا مصارعة ما هو مصارعة مطارح انت وغانم ولا انت ابو دعيك ابو دعيك ايش بس الجرح له فد ليه على ده انا خفاية خفاية ما شاء الله على كرشة يلا 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 يلا
يا الطرحه تاع لا هنا يخربون فرشتنا رجليها دغدغ العباء الخير ما تصير خير بس تعد الصبي هذا وجاه يلا قوم اي ابي مع انسحب اه انسحب اي خا قوم 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 يلا قوم قوم يلا قوم قوم اوريك ياك غانم يا ويلك يلا في في اطرحي هنا في مصارع يا عيال روحوا هناك روحوا هناك تمسك من هنا ولا من هنا ولا من هنا ايوه فاهم ماشي فاهم ولا لا فاهم زوق زوق يا زوق مسك الجو تفضل فهمت؟ نزل فوقك يا دل من تحت من هنا من تحت يعني اشيلك كذا يعني لا لا كل واحد يمسك الثاني والله ما بالله اخر عمك اخر صرب ها ها دخله انزله بين لبنان ومصر بين لبنان ومصر من تحت يا علاء من تحت اه غش كذا ايوه غش 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 علاء غش علاء جميله علاء غش قصطة قصطة علاء قصطة عيش الصير بعيش الكبسة والطعمية ولد عيش الصير بعيش عيش اصبر من معك الحقني ليبرتني شوف رايك هو ايه تفضل ودعي الحداك يلا ها قم انا حداك شوف الظهر يوجع يلا تعال تحت البرج شوف اي واحد متزوج يصيح على الطارح وخله ايه خذ دي وحده دي فوق بعض زي كذا كذا تعال كذا كذا يلا كذا وش غير كذا لا لا كذا ما معك تروح كذا تروح كذا ظهورهم يلا هتان امسح الفراعنه الفراعنه عاش خلاص انا تعبت الحين يلا يد واحد فوق يا واحد قول خش باقي ممدوح باقي ممدوح استسلم استسلم تعال احمد يلا زو هتان طرحت البنت المصريه حاول تروح على دوس خذ قرا خذ قرا لا 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 مستحيل انا تعال لا لا تعال لا سلطان لا قوم يبي واحد يفوز يبي واحد يفوز عليه ابنها ما تحمل لا تحمس انت قرطت مرتين وش مرتين وهذه هي اللي توجع مني لا والله لا 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 حرفت لا لا وش سبتك لا رجع تعال لا تغسل معك لا يا بغل قوم الله والله معدوم انا حرفت حرفت حلفت حلفت جاي بيطرح سلطان غصب عاش ولد ونعم ونعم في شيء طاح المثل يندفن فوق فوق قام يلعبوا بس انت جود جود سلطان تجود وقفتك حط بحضني هلا شوف 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 هذا طاح ما ادري وش هنا 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 تعال تعال واكبي وطول بالحق طويل والله سروالك خلو خلو
مساء الخير يا فهد. هلا مسنور. مرحبا. هلا والله. طيب الله يسلمك. والله بشرك وفيك. شوف انها اتصال نعمه. اي والله نعمه. مقطع 17 كيلو عشان اجيب اخوي انا. اي والله. وخالد وابو سيف وابو شاهين. اي والله نعمه. الحين متجهين اخويانا. لاخويانا. ما له حلوه الخريف كل شيء يصير. يلا حي الله يجزيك ابو مال. حو بسم الله يا الله. ولد حيو احييك. تدري وين رحت؟ ها؟ يا ما وصلت يلا ابو الرخيص. وين مكانه ابو هلا الردمي. هلا الردمي. يلا حي. تعال وين لقيته؟ على الردمية. الردمية تبو رخيص. ادخل. اي والله ادخل. 17 كيلو. عيد الماصي ولد عمي. تريح تريح. على ما صحة. ما شاء الله ما شاء الله. شهيك يا هلا هلا. حياة تبقى. طيب علوم اخبار. طيب الله يرضى عليك. صار مضيع هذا ما دام خذيت ابو شهيد تم ضيعها. معه ابو سيف. كارثة. معه ابو سيف عبد الله باتر. صرفونا مع احمد بدوا فهرس يبيع حق. قم 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 قم. طلنا الاذن. لا 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 والله شوف كل الدم معك. اهلين. السلام عليكم. الله حي الله حي هلا 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 والله خير. هلا شلونك ها؟ يمين العافيه. يلا حيه. ها شوقها الله يسلمك. حاج يسلمك. يلا حيه. انا تبعكم هذا. منو؟ هذا. ايه. بالله. هذا حنا تبعه. شو ها؟ في مطحنه في مطحنه. لا توه. توه؟ توه. هذا سؤال. اشرح لي شو هذا؟ السلام. السلام ورحمة الله. سلم. خل الشعب تطحن. خل فرار هالحا. ايه كل واحد تمر عليه. ارحى هذه ارحى. خلني بك هذه برغية وسط هذه. اسمع صوت. والله خلني شده. صريرة. اجي معده. صح النوم. اليوم يا خالد علاء يسوي العشاء. تعرف. اكيد. لحم حاشي ترى. ما هو بط. ايش تسوي به؟ هذه اللحمة طيب كلها وقتها. كم تاخذ لحمة الحاشي كم تاخذ وقت؟ ان شاء الله ما عليك. حلو. بعدين؟ بس يوم اللحمة تخش مع الرز. تحط الرز عليه. كفو. اي والله تستاهل تستاهل. والله. والله. في حركات فنيات شيء. ما يقول لك هذا. عمرك سويته قبل؟ ها؟ عمرك طبخت اول طبخت لحم حاشي؟ لا بس شو؟ اذا وشك يا كو اي شغلانه ترى طيب لبست يلا طفيات ها؟ اي شغلانه ترى ما يقول له لا يعني لازم يعرف اكيد لازم الحياه بشرك بشرك اليوم انا وعلاء نبي نضبط العشاء وين وعلاء؟ جبته؟ إيه؟ كفو عليك. يلا وين الغطا حقها اللي تقول ينسم يا غانم؟
وين اللي ايه هذه مطعوجة. حبايب مساكم الله بالخير. يا مساء الخير. يا هلا. ما نشوف شيء مع ابو خاء. ايه تو هذا ما حطينا. مرحبا. اليوم العشاء عليك. اي كفو والله. يلا هذا. يا ويلكم تدخلوا. في مساعدين هنا. ايه. عطنا اللحم على. حط. يا سلام. بسم الله. الله رسول. ايه. حط. يلا عطني حط علاء حط يا علاء حط يا سلام يا سلام يا سلام اخر واحد حطه تسمع الريحة ايه تسمع الريحة هذا يسمع كل شيء هي. يسمع الريحه ويشم الريحه هي. ويبلع الريحه شو حط الثوم هذا هذا اهم شيء بالحياه يا روحي خلاص الحين بنقلبه ويسكر عليها يا سلام يا سلام الله يعطيك العافيه يا حبيبي ها تستعمل بنقال بالله ما غسل ولا نقع؟ لا نقع غسول بل ليه طيب علمنا استر بقى النقع النقع ينتفش نقعنا رزنا سكرنا على قدرنا 45 دقيقة نحط الرز هلا ابو سيف ها؟ المطبخ نغلي نجلس بوفيه يا اخي حلو بس سكرنا خلاص قفلت قفلنا كل شيء بس عندها الشيخ هذا خلاص نرجع له بعد 45 دقيقة بالله؟ ايه الله يقويك الله يجزاك بالخير سعلوم؟ ايش بلاهم هذول الجونة؟ اي والله واحد يلعب احمد واحد بلوت ها؟ بلوت عادي بلوت حقين بلوت جاهنا ما ادري انكم يا رجال هذا يعلمك هذا السلام فهد ساق عليكم بسم الله خلص يا ابو وفاهد ها كذا الظاهر خلصت خلصت فهد هذا قرر زر 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 يا سلام ها نو 100% 100% زخه زخه هنا بس فرصة خلنا نحط له هذه نطلع له هنا فرشة حطه لا 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 بنحطه القدر علي أنا عشان ما تحرق فرشة أنا قلت لك ما تبي يحر لا لا نصبر حطهم جنب بعض هالنادي الاجفاب الحين نصبر اي قصدي ولا مو لازم؟ لا لا مو لازم بسم الله نزلوا تنزيل نزلوا نزلوا عليه ما قلنا مترنه؟ لا 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 فاد ها؟ نجفج فيها يلا بسم الله ايوه قرب هنا عطل صرهج يلا يا عيال اسمع محمد محمد قل اللي بتعشى يجي قال ابي يتعشى جاء تعالوا تعالوا اللي بتعشى يجي ولا بيلعب بلوت بكيفه اللي بتعشى ثلاثه اي احسن انتوا تسرون بالله اي والله امشي والله يبارك لكم صح وعافيه
صحة وعافية مسرة. قل لهم تمسون عندنا يا علاء. تعالوا تعالوا يا علاء يا مسيف. السلام يا زلمة. تروح مسيف تعال. والله شباك هذا تبوا الناس. تبروح جيب زعتر وزيتونات. تعال يا ابو سيف تعال تعال يا ابو سيف. يلا يا هلا وفقك بالعافيه. حبيبي ابو سيف حياك والله. هذا يا احلى يا ابو سيف. شوف اللطمه. جاهز الطلعه عشان الملخص. والله دفع عندك. اي والله ايش ذوق وطلعت مع اللطمه. شوف صوفه حلو. هاي ابو خسر. هلا يقول اسلم يا اعذب طيف دعبني دعبني يا الطف طيف دعبني يا اعذب حلم رودني يا وهما بات يطاردني كفي عن هجري واسقيني غني الحانك صادحه بثي احزانك شاكيه كوني لامراه كامله وتولي امري وشؤوني انا نبع للحب وجدول وأنا ابن الصحراء الأول يا أعذب وجه والأجمل إني عربي التكوين فكليب أورثني قسوة ومن ابن معمر بجذوة الخيل تطاوعني عنوة تترقرق بالوجد جفوني كوني مالكة لفؤادي كوني إلهاما لمدادي كوني إيماضا لسعادي في دوحة حزني وشجوني أحضان الجنة تجمعنا زخات القطر تبللنا ورياض الزهر تؤانسنا أكفيك الناس وتكفيني أكفيك الناس وتكفيني. الله صح 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 خلا شوي بعد على بس عندك اقتراح يا حق اسلم اقتراح انت قلت له قصيده واحده واحد على مهل هو ما في امهل منه وماشي حلو كل شيء بس المشكله انت ما تفا لا لا فاهم معاك بس تاكل السطر واحده واحد تاكل السطر والله متأني 80% هذا النمط حقي على حسب ما مرني ومن تجارب الاولين وجهة نظر ويجوز فيها الاتفاق والانقسام اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام واصمت ولا تحرص على كثر الكلام الصمت زين اللي سكوته ساترة يمكن يعريه الكلام وإذا تكلمت احذر تكون من أطول المتكلمين السالفة لا طورت يضعف معاها الاهتمام وامزح ومزح باللسان أخير من مزح اليدين مزح الرجال العاقلة على حدود الاحترام واضحك ولا تضحك برفع الصوت رفع الصوت شيء من الأدب والذوق عند الضحك ضحك بابتسام وكرم وبيبان الكرم واجد ولا يحتاج دين ترى الرجال كرامها ما هو في كثر الطعام واحلم ولا تغضب ولا تعجل ولا تشري بدين وشاور ولو رايك معك لا شرط عداك الملام وإذا شريت بدين لا تبطي على المتجملين كل حلاله غاليا عنده لو أنه ما يساب ولا تواضع في حضور العالم المتكبرين تعامل بنفس الطريقة معهم ونفس النظام وأخلاقك وتواضعك عامل بها المتواضعين نصف الأدب مجاملة جامل ولا تجامل لئام وإذا نصحت انصح خفا لا تنصحه بالحاضرين ترى الرجال يقودها لنا حكي قود الخطأ واصدق مع نفسك وتلقى نفسك من الصادقين النفس خيل بليس لا تعطيه نفسك واللجام وإذا تسولف عن طموحاتك مع المتفرغين كأنك تسولف للنصارى بالحلال وبالحرام هذا ولا زلنا تعلمنا الليالي والسنين والعلم خير من الجهل والنور جل لا يظلم صح صح عطوا ثلاث فوائد انا قصرت بشيء انا قصرت بشيء احس انك كسروا
لا نصيحة يا أخي. صح لسانك. ها متأني بالقصيدة هذه ولا؟ فهمت؟ عطني فايدة. حلو أحسن. فايدة وصايح. عطني ثلاثة. هي كلها مكمل الشيء. إيش يعني لك لا تكبر ولا تضحك. تمزح باليد. ايوه خلي السالفة كذا. يبغى تلف. بفهم الله. يبغى تلف تدق اشارة. ايوه. طيب يلا انت. والله اني الحين براسي المواعين بغسلها. لا لا لا. زلم علي. لا لا لا. لا والله. لا اطنا اطنا واحدة. لا والله. شاركنا. والله اني ما في مخ. شاركنا. مخي مشغول بالكشتة. اي ابي حوم. بالعكس المفروض تكون فاضي بالكشتة. بحضور هذا احنا اطناء. انت قصيدك قصيده لك انا قصيده حب. لا لا هو انه انت كل احد يعني. اي فمجد ترى ممدوح هذا شاعر لكن ما يعطينا شيء. يعني لا والله ما له شاعر. ما يعطينا شيء. والله ما له شاعر. عطنا من الجوال معك. ما نبي طيب ثلاث ابيات. ترى الدور عليك قصيده. حق قالي انت قلتها بالفيضة. ابشر. يلا. اي قال يقول الله من ليل ما تعدى بلا باس بلا باس ولا له مع الحيين طاري وناسه احد يساير من شقى عمره الياس اللي درس علم الوجع والتعاسه احد يقايس وش ورا الهم بقياس من نزعه الواهس يطير نعاسه واحد يعرف الهم لكن بقرطاس لو ينجمع همه يجي ربع طاس. صح حسان. صح عبدان. صح حسان. انتهيت قصيدة الفيضة. قصيدة الفيضة ايه يقول ازع الورضة ترى ماني مرضيك مرضيك اشرب كدر ماي البحر كان هرضاك كان هرضاك كني كويتي. ماني بقايل لك عسى الله يهنيك الله يحرمك كل مكان هناك الله عسى العمى يا خائن العهد يعميك بس هذا ما ماني لا صح سانك نبي بوس الواوا اللي طالع اللي طالع اليوم 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 يقول مع القطة مع القطة ايه روس النوازي لا 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 تنطة هذه جديدة ما صارت هذه هذه توبة انا على طريق البحر طرت علي طرت علي اصبر اصبر نبي بوس الواوا يلا يقول شاعر بوس الواوا خل الواوا يصح صح صح لما بست الواوا صار الواوا أح صح حسانك صح حسانك أيوة ذكرت قصيدة يوم قال البحر ألا يا بحر يا بحر الخليج خليج اللي على شاطيك غلا هغلا من أمواجك ولولوك مرجان. ومرجانك ولا يا بحر يوم أفز يوم يمرني طريق علشان الغلا اللي بطرفك ما هو علشانك ولا رعاك الله يا بيت اللي مني بغيت اجيه توقفني تقاليد القبائل دون بيبانك حفظت الجوهر الغالي ومن سبت غلاها غليك ولا يكثر حبي لك ولا يصعب نسيانك يا ليل يا ليتك ليل اسود وسجك بالرجل وسريك لكنك بيت طين وحاجتي من بين جدرانك والله الله صح نقلك يا الله عندك المايك تو 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 يلا تو اكيد انك حاضر شيء يعجبك يعني المكالمات الست ساعات اكيد بهنا شعار حقات الفيسبوك يلا مفضلات الفيسبوك مفضلات شباب بس عادي 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 بتكلم على اللي قلته من شوي البرد تاع البرد البرد يا اقول البرد مو من حائل ولا قصيد البرد من من قوايا البرد البرد الجو ايه برد القف من حائل ولا قصيد ايوه البرد من الدمام وعرعر صح حسان ما هو من الجو القصير من الدمام وعرعر يا حبيبي استاذ على الطنبة ولا الحين وش تقبل الطنية ايه الركسانية ايوه
والله النوم. ايه هرش هزيز. ايه والله. ايه والله تصبح. سهرة ممتعة. الله يمتعك بالصحة والعافية. بريس انت بس. بريس انا بلبس بقى يوم سلافت انا انطلق. انا اليوم منسد احيانا. ايه ساكت. النوم. 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 انا اخذت خيمة غانم ابي نام الكوخ الكوخ تلقى خير بسم الله شو ضبط هذه ضبطت فراش ها لا 100% اسحب سحاب ايه في سحابين شلون يعني؟ في سحابين واحد شفاف واحد نص من الشفاف من هنا يا بيسكر هذا عاد هذا سكر ايه وين يسكر؟ ايه اه خلاص سكر سكر تصبحون على خير روح ارهب صح بدنك صباح الله بالخير يا هلا صباح النور يا من عافية غانم على القهوة الشاهي انا متاكد انه انت اللي مسويها ترى بس ولا توقعات ترى لا بظبطك الفطور كيف حتى الصحون جبتن انت يا اخي ما قصر ومعلم يشتغل بجار محمد خبر فيلم شو اسمه عائلة آدمز أنا أصلع شب يا بس قبول يروح تنوي تخفي كلنا يا راد محوة الجوكر بمدومك يا من هو هذا؟ غانم مثل صاحي رجال واحد لكن إذا نام صار ثلاثة يجون كلها ما يقدر صيب كل واحد يبيع قبل الثاني الحين ترى غانم كويس قاعد إيه زبط مع مين ثلاثة رجال إيش خلوه كشوي شوف 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 شان يقلط هم ينسدح يا رب يوديه هو جالس يلا حيهم شوف طيب كل اللي جت هنا ولا اللي هذه خمس كلهم زين طيب حط هنا مرتد يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا 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 على هلا من اليوم جالس على الكرسي اي والله شيخ ابو قهوه يا شال غفوه يا ابو قران حلوه صحت بشوي صب قهوه للشيخ يتعبك الطيب يا رجل من هو ما تقدر تلحق ولا تقدر تشاكر من هو هو الشيخ غالب شيخ شبلي هالربطه بس الحاله يا والله والله يا لا بس سلمى حواج القبيله الدواج نهاية الدواج معك من قماش خبر الدواج انا ما خليص جاء ابو صعيد ابو صعيد هذا امس سولف عليه ممدوح قال انا جيت مصر حول يمكن اشوف قال انا جيت مصر ثلاث مرات يا مصر عنده يعني قاهرة اسكندرية لا قال جالس له ست شهور خلص الدوام قال وارجع على الكجاز قال ما يلا ما يبي يرجع لهنا يجي مصر ما يبي يرجع الصيد لا لا حال ايوه يا سلام شده
يلا الحين بالحبل. وين راح؟ وين الحبل؟ هذا هذا الحبل. صفطنا. الحين بس بنربط. ونتوكل على الله. صراحة استمتعنا مع ان الاجواء امس كلها هواء وعجاج. وانهم بالارصاد قالوا انه الخميس الجمعة والسبت كلها هواء. لكن الحمد لله معنا خيام. امورنا طيبة. شديته صح عاد؟ ها؟ خلاص يا علاء؟ يا كبرى العقدة. بالله راعي العقدة. كل هذه عقدة. وبسم الله توكلنا على الله. بسم الله. شينا؟ بسم الله. مفاتيح. بسم الله توكلنا على الله. الله يونسكم بالعافية يا شباب. يا حبيبي وتمسوا على خير يا رب.